السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس الحمد لله، بارك الله فيكم. بالنسبة للحديث عن البصل، هو له رائحة نفاذة لكن فيه شفاء اكيد ياك؟ نعم. عندي سؤال، هو ان مهم كيبغيو كسلان بزاف ديال الصديقات ديالي، ويعني ما غنبغيش يعطيني اسئله تتكون عندي الفرصه باش نتصل بكم ان شاء الله. بارك الله فيك. كلهم تحييوك وتشكرك بزاف. هل صحيح ان البصل يحتوي على ماده كلوكونينين التي تعادي الانسولين من حيث مفعولها في تحديد نسبه السكر في الدم؟ نعم. حيث يمكن اكل بصله متوسطه الحجم يوميا باوراقها تخفض كميه السكر في دم المصابين بالتبول السكري. نعم. تماما كالانسولين. نعم. وتقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش لديهم. نعم. السؤال الثاني، هل صحيح ان البصل الاخضر الطازج نيء اذا تناولناه مع وجبه الطعام يمنع ضرر التلوث من الماء والغداء والهواء، اي يكنس ويجرف اوساخ الجسم الباطنيه تتم طردها عبر الجهاز البولي؟ هل يفيد عصير البصل في معالجه سقوط الشعر بتدليك فروه الراس بعصير البصل؟ كما هل يساعد او تدليك بماء البصل يساعد في الحد من انتشار موضع داء الثعلبه؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا. وتحيه بالغه لكل المستمعين والاخوات، وخير ان شاء الله، نحن امه واحده ونحن اخوه. اكيد ان هذه المعلومات اكيد على البصل. انت تكلمت على ان اصحاب السكري، البصل هو من الخضر القويه والخضر الذي يجب ان يتناولها وليس يخفض. نعم. بالعكس، الى حد سوء كثره البطاطس وحاينا حتى الطماطم بالنسبه لاصحاب السكري، حتى الطماطم لا تفيدهم، لا تضرهم لكن لا تفيدهم. اوكي، الجزر طبعا حلو لان فيه شويه سكريات، من الاحسن ما ياكلوش، لكن اللفت المحفوره، اللفت المحفوره هذه اللفت كنسميوها الجذر الابيض باللغه العربيه، الجذر الابيض. اللفت المحفوره اللي كنسميوها احنا في المغرب، الخرشوف واللفت البري والقرعيات والبصل، هذه خضر جيده لاصحاب السكري. وعلى راسها البصل واللفت المحفوره. هذه البصل فيها ماده الفولاتين، فيها كذلك الجليكونين، هذه الماده هذه هي نعم هي عندها نفس المفعول، تساعد على استقلاب السكر، هي عندها نفس المفعول بحال الانسولين، ولكن هذا لا يعني على ان الناس ما ياخذوش الانسولين، من الاحسن ياخذ، لا ياخذوا الانسولين على هذا الشيء، ملي يشوفوا بان السكر ديالهم تضبط يخبروا الطبيب، طبعا ما غادي يحبس لهم يعني هذه الاشياء، فباش الناس ما يتهوروش، لان ربما شخص يكون عنده اعراض اخرى، كوليسترول طالع ولا ارتفاع الضغط، يكون السكر ممكن يتسوى ويبقى يعول على البصله. نسمعوا احنا دللنا هذا السيد هذا، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ان ننظر الى الناس. البصل فيه ماده الفولاتين كذلك، وهذه ماده الفولاتين هي تقريبا نفس المفعول بحال الانسولين بالنسبه لاصحاب السكري، ولذلك هذا الناس اللي كياخذوا مثلا اقراص ولا انسولين ولا شي حاجه، ماشي مشكل، الادويه ديال المراه كياخذوا، احنا ما كنتكلموش على الجانب الطبي، لكن الجانب الغذائي، لان الجانب الغذائي كيساعد، خاصو يكون مصاحب للعلاج. فعلا. ان هذا الناس ديال السكري والارتفاع الضغط، حتى الكوليسترول، والاشخاص اللي عندهم حتى البروستات، انتفاخ البروستات، لان هاد الفلافونويدات ديال البصل هما كيحدوا من القضيه ديال البروستات. يعني لاتروفي هذه اللي كتكون البروستات المنتفخه كتفش شويه، كتنقص في الحجم ديالها. يتناولوا عصير البصل، الناس باقي ما كيتناولوش عصير البصل، صعب شويه، وليس هناك اي مشكل يضيفوا ليه فواكه، او مثلا يضيفوا العسل، اي شيء يطحنوا معاه مثلا فواكه اخرى، فواكه ليمون ولا شيء، باش يستفد الجسم، ولا يعملوا معاه مثلا بعض الخضر الاخرى اللي غادي تغلب عليه، ما يبقاش عنده، لانه هو لا هو ما حرم والو، عنده ديك المواد السلفيديه اللي كتخرج من النيف، ولكن ممكن الناس يشربوه باش يستفد الجسم منه فعلا. هذا الا كانوا الناس يعملوه على شكل شراب، هي للاسف ان كنشوف ان النساء كيحضروا هذوك اللي صلاد فروي، هذا واحد الخليط ديال هذوك الفواكه كلها باش ياخذوها من وراء الاكل، مع الاسف ان اللي خصو يتخاذ من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات، واقوى الانزيمات اللي موجودين هو كيهضم، ما داكشي الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه، كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ هنا هي جيد. لماذا؟ لان البصل حامض، كيكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم. فيه كذلك انزيمات مثل الاوكسيدايز والدياستايز والكاتالايز، هذه الانزيمات هذه هي تساعد المعده، وهي انزيمات كتعطي الاش دي اودو هذه اللي داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك او يحمي من تكون الحصى في المراه.
ففي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، يعني عفوا يعني كيف ما كان الحال الحديث كيجرنا لأن المعطيات كثيرة، أن سيدنا موسى من اللي طلب منه بنو إسرائيل هذه الخضرة أن استنكر. علاش؟ لأن ماشي هذه خضر دونية أبدا، هي خضر دونية بالمقارنة مع ما كان يأكله بنو إسرائيل. إن الله سبحانه وتعالى آتاهم المن والسلوى، حاجة اللي عطاها عليهم الله ما كيعجنوا ما يدرسوا ما يحرطوا ما والو، يمدون ايديهم، حتى ان العلماء الان مختلفين في هذا المن والسلوى يعني. وهما جاوا عند سيدنا موسى كيطلبوا هذه الاشياء اللي كتخرج الارض. واذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الآية تعني دونية الخضار بالمقارنة مع المن والسلوى، وهي ليست خضار دونية أبدا، لأن سيدنا موسى تنكر نعم لأنه يعلم أن المن والسلوى أحسن من الخضر. ولكن هي باش نفسروا للناس، ان ربما بعض الناس يقول لك ودي هذيك راه هي جات خضر دونيه لان يعني الذي هو ادنى بالذي هو خير. لا، هنا دونيه الاشياء هذا الخضر بالمقارنه او مع ما كان يأكل، مع ما كان يأكل مثلا. هذا اما هي خضر، هذه اللائحه كلها خضر جيده خضر. وهي اللي كانت انذاك، وان البصل اصلي في التغذيه، وان هذه الاشياء اللي جات في هذه الايه هي كلها اشياء فيها فلافونويدات، ففيتامينات مضادة للأكسدة، وفيها ألياف خشبية مثل الإينيلين اللي هي تتخمر في الأمعاء، وهي اللي كتساعد هذه البكتيريا الصديقة. كلمة بسيطة، أن البصل مطهر، أنه قاتل للجراثيم، وأنهم وجدوا في هذه الأهرامات وجدوا موميا من بين المومياءات، وجدوا واحد عنده بصلة تحت الإبط ديالو. عجيب. هذا يدل على أنهم كانوا كيحنطوا الموتى ديالهم بأشياء من جملتها البصل، والأشياء اللي كيحنطوا بها هي أشياء مبيدة للجراثيم، لأن الجراثيم هي اللي كتحلل الجلدة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوها تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني عاد يطيبوا، يكون معها البصل يزيدوا شويه خل، يكون مع الايمان ان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان، اللحم لا ينتنش ملي كيكون مع البصل. اكثر من ذلك، الى هيئوا عصير البصل ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش. نعم، لان البصل يحفظ هذه الاشياء، ولا يمكن للجراثيم ان تنمو على، سبحان الله، يعني هو الخضره الوحيده للجراثيم لا تقربها الا الفطريات اللي كتفسد البصل. كاين ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتين هذه الرطوبه، كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفهمناش، اللون الاسود اللي كيخمجوا البصل. علاش؟ لان عندهم انزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لاماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيهيدروليزي، يعني كيحلوهم وتتخمج البصله، كيتولي الماء ديالها اللي هي عليا الفساد والانتان كاين في جميع الخضر والفواكه، حتى الليمون كيلاحظوا الناس ان واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق كي ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها. فكل الخضر، ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن ان تقرب البصل. وكاين الجراثيم المضره، لان الجراثيم الضاره هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ذوك الفطريات الحقل. ولكن الفطريات الغذائيه التي تنبت اثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل او تفرز بعض السمنات لتوكسين لميكوتوكسين اللي كنسميوها حنا مايكوتوكسينات اللي هي سرطانيه طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله أنها ثابتة في التغذية، ويجب أن تكون في التغذية، ويجب أن تستهلك 3 أو 4 مرات في اليوم.